السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أقدم لكم برنامج كشف والعلاج، هذا البرنامج الذي يساعدكم على حل مشاكلكم الروحانية والحياتية من النفور بين الأزواج وعلاج المشاكل والتعب والأنوثة والمحبة والضعف الجنسي، كما يساعدكم على علاج أموركم مثل جلب الحبيب، فتح النصيب، وإزالة الحسد والعين، والتحصين من السحر. كما لدي المعرفة والدراية الكاملة بالكشف المبكر عن الأمراض، وأيضا قراءة الفنجان وقراءة الطالع عبر الاسم واسم الأم وتاريخ الميلاد، وسأكون لكم الأخت المعالجة والناصحة بجميع الأمور الحياتية. للاستشارة يرجى التواصل عبر الأرقام التالية: جلب الحبيب، جلب الحظ والرزق، استرجاع المفقودين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبدأ حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أقدم لكم برنامج كشف والعلاج، هذا البرنامج الذي يساعدكم على حل مشاكلكم الروحانية والحياتية من النفور بين الأزواج وعلاج المشاكل والتعب والأنوثة والمحبة والضعف الجنسي، كما يساعدكم على علاج أموركم مثل جلب الحبيب، فتح النصيب، وإزالة الحسد والعين، والتحصين من السحر. كما لدي المعرفة والدراية الكاملة بالكشف المبكر عن الأمراض، وأيضا قراءة الفنجان وقراءة الطالع عبر الاسم واسم الأم وتاريخ الميلاد، وسأكون لكم الأخت المعالجة والناصحة بجميع الأمور الحياتية. للاستشارة يرجى التواصل عبر الأرقام التالية. تابعوني إخواتي وأخواني وتواصلوا معي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.